رجعنا لكم مرة تانية مشاهدين الأعزاء ولسه مكملين مع حضراتكم. زي ما كنت بقول كده في المقدمة إن الحقيقة الخمس سنين اللي فاتوا دولت عدوا على الأطفال، أنا هتكلم على الأطفال بالأخص، عدوا على الأطفال بشكل غريب شوية، مش زي أي خمس سنين ممكن تكون عدت على أي طفل الحقيقة. ليه؟ لأن الأهالي في حد ذاتهم حصل لهم حاجات كتير قوي، من زعل لفرحة لأحداث كتير قوي بيتفرجوا عليها في التلفزيون، فبالتالي بياخدوا كل الطاقة أيا كان كانت السلبية أو الإيجابية وبالتالي بيدوها لأطفالهم. فالطفل ما بقاش فاهم هو المفروض يفرح والمفروض يزعل ولا المفروض يتكلم ويزعق ولا المفروض ينزل التحرير ويرفع الأعلام ولا المفروض يحب الحزب ده ويكره الحزب ده. يعني أفكار كتير جدا دخلت في عقلية الطفل أثرت عليه شخصيا، والحقيقة أن الطفل ده هو المفروض هيبقى مواطن مصري بيأدي في المجتمع، فبالتالي لما بيطلع غير سليم أو غير متزن، بلاش غير سليم، دي غير متزن، بالتالي ده بيأثر على المجتمع وبالتالي بيأثر على كل حاجة، أيا كان بقى هيشتغل في الصناعة، في التجارة، في الزراعة، في أي حاجة، في شغله وفي جوازه وفي عيلته. النهاردة لما جينا قلنا نحتفل ب 25 يناير فكرنا إزاي ممكن نساعد الأهالي في إن هم يساعدوا أطفالهم يطلعوا بنفسية سليمة وتفكير سليم. ما كانش فيه أحسن من الحقيقة ضيفتي الجميلة والعزيزة واللي دايما بتملأ المكان كله بطاقة إيجابية، حنان صبري خبيرة الطاقة والخبيرة كمان التربوية. يا حنان كل سنة وأنتي طيبة. أنت طيبة يا رانا، ميرسي. أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله الحمد لله. النهاردة بقى كنا يعني لما جينا قعدنا أنا ونهى نفكر في المواضيع، نهى محي الدين معدتي العزيزة، لما جينا نفكر في المواضيع اللي إحنا كنا عايزين نقدمها قلنا إحنا مش عايزين نتكلم عن احتفال، مش عايزين نتكلم عن حاجة حصلت، مش عايزين نتكلم عن أي حاجة غير نتكلم عن الجيل الجديد نطلعه سليم ازاي. فمن اول الحاجات اللي فكرنا فيها طيب عشان نطلعه سليم لازم الاول نشوف ايه اللي حصل له. الحقيقه الخمس سنين اللي فاتوا الاطفال عدوا برعب، بفرحه شديده، بعدم فهم الاحداث كتير قوي، بتفكير زياده عن اللزوم في ان هم يحبوا مين وما يحبوش مين من سن صغير قوي. ازاي نقدر، مش هقول نلغي، ازاي نقدر نصلح اللي حصل في الاطفال وناخد الكويس اللي حصل منه ونبعد او نشيل اللي وحش؟ والله الموضوع جميل جدا، عشان يعني زي ما انت قلتي الاطفال هم جيل المستقبل طبعا، فيعني كل لحظه في حياه الطفل فهي مش هترجع تاني، فلما اخليها لحظات سعيده يبقى عنده ذكريات سعيده فنفسيته تبقى سعيده، نفسيته تبقى متزنه لما يكبر. طيب لو انا بخلي الاطفال بيسمعوني وانا بتكلم وانا متوتره في التليفون، وانا متوتره مثلا بسمع اخبار، بعيد الاخبار، بقرا جرايد بقول خلي بالكو او يلا احنا احسن منهم، كل الكلام اللي احنا شفناه في الخمس سنين اللي فاتوا دول، اولا الطفل بيبقى متلخبط جدا في مشاعره لان هو لسه مشاعره ما نضجتش، يعني هو في مرحله بيتطور فيها نضوجه، بيفهم يعني ايه فرحه، بيفهم ليه اكون زعلان، في مرحله ما يكونش فيها منطق، مش عارف ليه انا فرحان ومش عارف ليه انا زعلان، بس هو دايما بينقل الخبره اللي هو بيشوفها، يعني يشوف مامته زعلانه فيزعل معاها، مامته مبسوطه يتبسط معاها. فاحنا عايزين نخلي الاولاد على قد ما نقدر مبسوطين في كل الوقت، فالحاجات السياسية بتروح وبتيجي، الأحزان بتروح وبتيجي، بس فترة العمر بتاعت الأطفال مش بتيجي تاني، يعني هو عنده خمس سنين وست سنين وسبع سنين مش هيرجع تاني يبقى عنده خمس سنين. فنحاول إن احنا نقدر نستثمر كل الوقت ده إن احنا نخلق جو فيه أمان مهم جدا، فيه حب، فيه طمأنينة، في ان هو شايف ابوه وامه مستقرين نفسيا، المجتمع مستقر. طب لو احنا المجتمع بتاعنا مش مستقر او في خلافات، على الاقل على نطاق البيت بتاعي، نطاق العائله، احاول انا كام او اب يبقى عندي وعي ان انا اخلق يعني روتين او حياه مستقره في البيت. يعني لو هتكلم على السياسه مش لازم كل الاطفال متواجدين خالص، حتى لو حاجه ايجابيه، لان احنا عارفين بره في المجتمع، بره في المدرسه في اولاد بيحبوا يغنوا مش عارفه اغاني ايه، واولاد تانية يقول لك لا دي مش حلوه وانا افكاري احسن من افكارك وانت صح وانا وانا بحنتخب ده وانت هتنتخب ده، انا من حزب كذا في سن صغير قوي قوي. فانا ممكن ابقى قاعده قعدات مع اولادي حتى لو سن العمر بتاعهم خمس سنين ست سنين سبع سنين، واقعد اقول لهم كل بيت ليه قيمه فكريه وليه افكار مختلفه، مش ان هو وحش ان هو عنده افكار مختلفه، احنا ممكن ما نكونش شايفين رايه، فيبقى بعلمهم ازاي يديروا الحوارات مع الاخر،
مش لازم التاني يبقى غلطان، بس ممكن يبقى شايف من حتة تانية. ممكن نعمل زي نشاطات في البيت، لو انت شايف الصورة من ناحية دي وانا شايفها من ناحية دي، انت شايف حتة وانا شايف حتة تانية. فتجارب زي كده مع الاطفال بتديهم يعني اتساع فكري ازاي يقدر يشوف رؤية مختلفة. فدي نفسيا عشان ما يبقاش انت ضد. يعني عجبتني فكرة اللعبة دي. يعني من سن كام، خليني بس اسألك السؤال ده الاول، من سن كام يبتدي الطفل البنت او الولد يبتدي يشكل شخصيته، مش عايز اقول الفكرية، بس يبتدي يشكل افكاره؟ ده بيبتدي مثلا من 5 سنين 6 سنين؟ لا ولا قبل كده؟ لا بصي، كل حاجة بتبتدي من بيبي خالص. يعني لو واحد رضيع ومامته سعيدة وبترضعه هي سعيدة، والهدوء وطمأنينة وحب وامان، هتلاقي شخصيته فيها سلاسة، فيها هدوء، فيها استوعاب الآخر. لو أنا في خناقات في البيت والطفل صغير، خلاص مش بيستحمل أي حد تاني. فالتشكيل الشخصية بيبتدي أصلاً في التكوين جوه، يعني وهو في رحم الأم. البيئة اللي الأم قاعدة فيها بتأثر على الطفل نفسه. فكل حاجة لما بتسلم في وش ابني أو بنتي أقول له إن شاء الله خير، الدنيا أمان، أنا معاك، أنا بحبك، كلنا مع بعض، هساعدك على قد ما أقدر، كل الكلمات دي بتشكل ثقته بنفسه، ثقته بالأمان اللي حواليه، فيبقى هو مطمئن. فتشكيل شخصيته بتبدأ من جوه، من زمان خالص. طب لو فاقد الشيء لا يعطي، يعني خلاص الأب والأم تأثروا بالأحداث، بقوا متنرفزين على طول، عندهم شد بطريقة مش طبيعية ما بينهم وبين بعض، حتى بلاش ما بينهم وبين الناس، أقدر إزاي، هل ينفع أفصل ما بين ولادي وما بيني أنا، ولا لازم أنا أشتغل على نفسي الأول على قد ما أقدر؟ كل حاجة دايما لو أنا هربي أولاد فبقول لازم أشتغل على نفسي الأول. الأب والأم يشتغل نفسهم. لو حد بيجي لي يقول لي مثلا ابني عنيد، ابني غضبان، ابني بيعمل حاجات، طب انت بتعمل ايه؟ انت بتعند معاه بزياده، انت غضبان، انت على طول، فهو بيمتص منك كل حاجه. فلو انا عايزه ادي طمانينه لابني او بنتي، لازم انا اكون مطمئن. ازاي اكون مطمئن؟ احنا عندنا حاجات كتير قوي بتطمن الواحد، يعني ذكر الله مثلا ممكن يكون بيطمن القلوب وبيطمننا ويهدينا. الكلام، تغيير الكلام الى نقل الكلام من كلام سلبي، يا نهار يا ايه اللي هيحصل والدنيا هتبوظ، الى ان شاء الله خير وكل حاجه خير وهنعمل احسن حاجه عندنا. يعني تغيير الكلام نفسه بيجيب طمانينه. فلما انا كأم او اب اغير اسلوب كلامي، هخلي ابني نفسه كمان يطمئن، انا هطمئن وهو هيطمئن. يبقى دايما بنقول ايه، نخلي روتين البيت العادي شغال. يعني لو احنا لينا نظام، ناكل مع بعض، نلعب مع بعض، نعمل حاجة، ما يبقاش الروتين ده بتاع اليوم اتلخبط عشان لازم اتفرج على الاخبار، فحسيب اللعبة مع الاولاد، مش هنتكلم مع بعض، استنوا في حاجة مهمة جدا، فاوتر البيت. لو انا عايزة اهتم بالسياسة او اهتم بالشؤون اللي بيحصل في البلد او كده، ممكن جدا يعني تبقى حاجة وقتية، اصل كده كده الاخبار بتتعاد وكده كده هي الحاجه نفسها في كل القنوات. اختار قناه معينه واتفرج عليها، بدل ما يبقى كل الوقت من قناه لقناه لقناه لقناه، بتجيب توتر للاسره كلها. فنختار حاجه. انا شايفه ان ما اتفرجش خالص الصراحه، يعني مش قصدي على التلفزيون بشكل عام، بس والله ادي لنفسي الحاجه اللي تديني فايده. صح، في بيوت كتيره دلوقتي يعني بطلوا يتفرجوا عشان تاثير ده على النكد اللي في البيت. طبعا. فدي يعني حاجه. كمان في حاجه يعني كان نفسي انبه قوي الاباء ليها او الامهات، ان لما بتيجي لقطه على حادث، مثلا حادث حصل معين، حريق في حاجه، فرقعه في حاجه، اي حاجه، كام مره بيتعاد نفس اللقطه؟ الطفل مش بيستوعب الاعادات، وبيستوعب ان الموضوع ده حصل لمده طويله، لكن هو انت التلفزيون او التصوير حصل مثلا دقيقتين، بنقعد نعرضه 10 دقائق، فبيفتكر انها اتعملت 10 مرات، بيفتكر ان هي طويله المدى، فخطورتها في المدى بتاعها الطويل. لكن لو لقطه واحده اقول له دي حصلت حاجه، فحاجه بسيطه او كده وخلاص بنروح، لكن الاعلام بيعيدها كتير جدا. طب ودي طريقه الاعلام، بس انا عليا كوجهه نظر للاب والام، ان احنا لازم نقول لهم بصوا دي الاعاده هتبتدي من هنا، خلي بالك دي نفس الصوره، الصوره دي اخذت دقيقه واحده وما بيعيدوها تاني. فكل ما بوعي الطفل على ان هو يبقى مصحصح، حتى لو تكرار الاعلام ما يبقاش حاسسها بتحصل مستمريه، فبطمنه ان هو لا دي حاجه بسيطه مش كبيره زي ما هي طالعه. افهمه موضوع الاعلام بيصور ازاي، كل القنوات لازم تقول نفس الحاجه. نعمل لعبه برضو في البيت، ان احنا لو في حاجه خبر في البيت هنقوله، ممكن واحد ياخد دور قناه وده ياخد دور مذيع، وازاي هنقول الخبر اللي حصل في البيت، يعني ان هم يعيشوا مرحله ان يعني ايه اخبار مثلا.
فدي لعبه عشان يقدروا يفهموا ايه اللي بيحصل في التلفزيون. بصي في مثلا اطفال يا حنان بيخزنوا ما بيتكلموش، يعني مثلا في اطفال تحسي فيهم ان هم عندهم خوف او وجع من حاجه، مش وجع يعني جسماني، وجع فكري، بيكون عندهم قلق من حاجه ما بيعرفوش يتكلموا، ازاي الام والاب يقدروا يطلعوا من الطفل الكلام؟ اوكي ده سؤال تحفه. سؤال جميل جدا. احنا مش متعودين كان نتكلم مع الاولاد ونقول مشاعرهم ايه. انا بقول لك ما تعيطش ما تخافش، او الراجل ما ينفعش دايما عيط. دايما نقول كده الدنيا كويسه ما تعيطش، مش عايز اشوفك بتعيط. الام بتتعب عليها او الاب بيبقى متضايق ان يشوف ابنه بيعيط، بس لازم ان احنا نعمل نستوعب ان هم عندهم احاسيس ولازم يفرغ الاحاسيس دي. قول له اتس اوكي، ممكن مفيش مشكله ان انت تبقى متضايق او قلقان او خايف، دي مشاعر انسانيه كلنا بنمر بده. احكي لي انت خايف من ايه، احكي لي انت قلقان من ايه، احكي لي انت بتفكر في ايه. كل ما انا اطلع منهم المخزون اللي اتخزن جوه اكنها زي سموم انا بطلعها، عشان كل ما احساس الخوف متخزن هياثر فيا في حاجات سلبيه كتيره جدا، يعني حاجات بقى تؤثر على الجسد. ممكن اطفال طبعا بيحولوا القلق ده لسخونيه، قلق لترجيع، قلق بالظبط كده بالظبط. في ناس بيجي لها اطفال بيجي لها نايت ميرز، يعني كوابيس بالليل. في ناس كتيره مش عارفه تذاكر، مش عارفه تركز، تقول لها حاجه تلاقيها مش مركزه، انت قلتي ايه يا ماما. فالقلق والخوف بيبقى مالي دماغهم قوي ومؤثر على جسمهم. فبالتالي لما اقعد قاعده اقول لك انا كمان خايفه، بس نعمل ايه؟ تعالى نفتكر ربنا. نتكلم على الخوف، ان الخوف ده بيتصنع في الدماغ، يعني زي ما عندنا خيال، الخيال ده بيخليني ان انا افكر في حاجات جميله واتخيل حاجات زي ديزني مثلا. لا، ممكن مخي يفكر في حاجات وحشه جدا ويخليني اتخيل في حاجات خوف اكتر. فتعالى نقلل الخيال بتاع الخوف ونبتدي نتكلم كده ان الاحاسيس بتطمئن، وكل واحد يسال اهله او حد لو محتاج حاجه انا ممكن اساعدك. فكل ما بديله زي نماذج ازاي يعبر، ازاي يسال، ازاي يقول حاجه، هي دي بتريح الاطفال اكتر. طب هتلاقي في مثلا ولاد بيروحوا المدرسه بياخدوا مثلا طاقه سلبيه ايا كان من صحابهم، التيتشرز او المدرسين بيتكلموا مع بعض، بينقلها البيت. دي حاجه. وعندك مثلا الام اللي بتشتغل زي حالتنا مثلا، اوكي، بتبعد عن ولادها مثلا فتره، ممكن يكونوا بيتعرضوا في الفتره دي لتلفزيون كتير، لاحداث كتير، لمشاكل كتير. تقدر ازاي الام بعد المدرسه تفضي الطاقه السلبيه اللي موجوده عند ولادها، او بعد ما ترجع من الشغل تفضي بقى الطاقه السلبيه اللي كانت في المدرسه والحبه اللي هي سابتهم فيها؟ ازاي تقدر تعمل حاجه زي كده؟ بصي، اللعب، اي لما تجيبي ابتسامه على وجه طفل فده بتعوضي اي حاجه هو متضايق منها فعلا. تخلي تركيزه في حاجه فيها انبساط، يعني مثلا لو احنا بنلعب، نروح حاجه في النادي نلعب نتبسط، بنلعب لعبه في البيت جماعيه، بنتفرج على حاجه وننكت مع بعض ونهزر، ان يعني هو خلق جو جميل كله متعه وكله حاجات الطفل بيحب يعملها. مش لازم اطلع منهم الكلام بالعافيه، بس لا، ممكن العب معاهم لعبه اخليهم يضحكوا بالظبط زي ما احنا قلنا في الاول. ممكن يخليهم يشرحوا مشاعرهم ايه، يشرح احساسه في المدرسه ايه، يعني لو في مدرسه او في طفل تاني او في اي حد مثلا ضايقه اتريق عليه عشان انت فكرك مختلف غيري او كده، يحكي لك. وانت تقولي الاختلاف مش مشكله، كل واحد زي ما انت بتحب مثلا اكله معينه حد تاني مش بيحبها بيحب اكله معينه، زي ما انت بتفكر في فكر مثلا ده احلى حاجه بالنسبه لك حد تاني شايف حاجه تانية احلى. فالافكار كلها بتبقى عامله كده، مفيش حد صح ومفيش حد غلط. يعني دايما لازم نكرر ده عشان نهدي الانفس شويه في البيوت مع الاطفال، ما يبقاش انت وحشين واحنا حلوين، لا، ممكن تكون انت يعني شايف حاجه من حته تانية خالص انا مش شايفاها. فدي لكن ازاي اخلي الاطفال بقى ان هم يتبسطوا، عشان لو في اي حاجه سلبيه بتحصل في المدرسه اكمل الروتين الجميل اللي احنا بنعمله في البيت، اللي هو لو هو متعود يخش يرسم يلعب يعمل اي حاجه، نروح التمرين، ما بوظش الحاجات دي خالص، اني ازود منها. ممكن اعرفه لو احنا بنتكلم في مرحله مثلا تحت 10 سنين ولسه بنتعرف على رياضات مختلفه، الات موسيقيه مختلفه، انشطه مختلفه، فتعالى نجرب اللعبه الفلانيه، تعالى نعمل حاجه. لازم اخلي الطفل ان هو مخه مشغول ان هو يكتشف ذاته، ان هو يعني عشان نلاقي اللي هي اوقات سعيده. فكل ما انا بسعد اوقات الاطفال كل بقى الهموم الثانيه دي يعني حملها بيهدى شويه. بيقل. طيب دلوقتي هتلاقي الاباء والامهات اللي بيتفرجوا عليا اكيد بيقولوا ده انت محتاجه حد هادي قوي عشان يعمل كل الكلام ده كله، لان الام بتبقى طالعانه عينها من الصبح لغايه بالليل مع الاطفال وبتعمل وبتسوي، والست لو بتشتغل بترجع مش شايفه قدامها والحاجات دي كلها. تنصحي الامهات بايه؟
طبعا يعني الله يعينهم الله يعيننا كلنا بالنسبه للستات اللي بيشتغلوا يعني، بس الام تعمل ايه؟ هل في مثلا روتين معين تعمله قبل ما تدخل البيت، قبل ما اولادها ييجوا من المدرسه تقدر تنقيها من الطاقه السلبيه، او مثلا في البيت ايه هي الطرق المختلفه اللي اقدر اعملها قبل ما اشوف ولادي فبالتالي ابقى جميله وحلوه ومفيش مشاكل؟ بصي، هي احنا عندنا الامهات المصريه ناس يعني اللي بيشتغلوا جامد قوي ناسين نفسهم شويه في ان هم يقابلوا اصحابهم، ان هم يقعدوا هادين، مفيش جدول منظم في البيت بيدي حق للام ان هي تقعد لوحدها وما تتكلمش مع حد مثلا، عايزه هي خدامه في تفصل شويه. فالموضوع محتاج تنظيم، تنظيم وقت، تنظيم احتياجات، لان انا بقول لو الام عماله بتدي بتغرف 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 من طاقتها، هي عايزه حد يديها صح؟ عشان تستمر في العطاء لازم هي تدي نفسها حاجات معينه. فاحنا كتير قوي من الامهات المصريه فاكره ان الحب الصح ان تضحي وتفني نفسها في سبيل الاطفال. لا، لو انت تعبانه ومريضه وما تقدري، مش هتقدري تسعدي اولادك ولا تقدري تلعبي معاهم ولا تقدري تقعدي تطبخي لهم حتى. فبالتالي لازم يكون ليكي نصيب كأم ان انت تريحي خالص اعصابك. هو الرجاله المصريه بقى ليهم نصيب كبير قوي، بيطلعوا في القهوه دلوقتي بيلاقوا طريقه عشان يهدوا اعصابهم متقلقيش خالص بيلاقوا لهم طرق. فانا اشجع الستات برضه ان هم يكون ليهم طريقه، يعني اما يصحوا بدري شويه يقعدوا لوحدهم خالص يعني يفصلوا، يكون مثلا ليهم نص ساعه يمشوا في حته يريلاكس خالص يهدوا اعصابهم. انت بقى كنت بتساليني ان هم داخلين البيت يعملوا ايه عشان قبل ما يقابلوا يواجهوا احتياجات الاطفال اللي في البيت. ساعات بنعمل كده عمليه ان احنا اتفاقيه مع الاسره، الاولاد مع الام، تقول لهم مثلا اول 10 دقائق لما اخش البيت اكني ما دخلتش، يعني اتفاقيه انا واكنكم ما شفتنيش. فكره حلوه. يعني بيعملوها تمثيليه لحد ما يبتدوا ايه يتعلموا عليها. فال10 دقايق او ربع ساعه الام عايزه تقلع فيهم، تغير لبسها، تخش الحمام، تغسل وشها، تلبس لبس البيت اللي هي خلاص، تولع على الاكل اللي عايزه تعمله. فالربع ساعه ال10 دقايق اللي هي بتستفهم في كل حاجه. وبعدين هو ده ممكن يحصل يا حمام؟ ده ممكن يحصل يعني بجد؟ ده موجود بقى في التربيه، فبنديه افكار تربويه. في ناس بتنجح في ان هي تعمله، في ناس ما بتنجحش، بس اللي عايز ينجح بينجح يعني. بس فكره حلوه ان احنا نمثل ده لمده يعني فتره معينه من غير ما تحس بتانيب ضمير. بالظبط. وانا بديها كمان وصفه للابهات، يعني لو في امهات قاعده في البيت والاطفال كلها مع الام، واول ما يشوفوا الاب راجع من الشغل بيسيبوا كل حاجه، وكل ثلاث اطفال يراكبين بقى واحد فوق كده، هم يقول مش عارف اعمل اي حاجه، انا عايز افصل برده اول ما اخش البيت، او بضطر اهرب بقى وارجع بعد ما يناموا. ده حقيقي. فهو حته الاحتياج اللي انت عايز تريح نفسك واعصابك، هي كله بالاتفاق مع الاطفال، وبنمثلها الاول عشان نتقنها، وبعد كده تتنفس بيبقى فيها سلاسه جدا في الاداء يعني. يعني نحاول نعودهم ان اول 10 دقائق لما الام او الاب يدخلوا البيت محدش يتكلم معانا، محدش يعمل اي حاجه، بعد 10 دقائق نتعامل مع بعض بقى. بالظبط. بس أوكي. مش فجاه كده اقولها لهم، لازم تبقى تمثيليه. بقول تمثيليه، نمثلها، نعمل نفكرهم بيها، نحط مثلا ساين في البيت لما بابا يخش او لما ماما تخش، ادوا له 10 دقائق، احسبوا ربع ساعه. فالاب برده او الام يبقوا ملتزمين بالوقت قوي. انا جاهز اهو، يلا سلموا عليا. أوكي. فيبقى يعني تبقى فعلا معموله كده عشان هو ما يبقاش بيسلم خلاص سيبوني سيبوني، عارف الاحساس بتاع الرفض ده الاطفال بياخدوه ان بابا مش عايزنا او ماما مش عايزانا. ده حقيقي، ده حقيقي. زمان كانوا بيقول لك ان دايما حاول اول ما تدخل من البيت تقلع جلابيه الشغل وتلبس. أيوة. جلابيه البيت. وبالتالي التفكير ده اختلف شويه دلوقتي، لان ابتدينا ناخد بالنا انه لا، الاب بيبقى عاوز او الام تبقى عاوزه تجري على بيتها تشوف ولادها، بس في نفس الوقت بتنسى نفسها. ففي الوقت ده لا هي لازم تفتكر ان ليها حق. فالخمس دقائق او العشر دقائق دول طبعا مهمين جدا، دي لعمليه الفصل. بس الحقوق اللي احنا قلنا عليها للست اللي هي تعملها، تتمشى، تقعد لوحدها شويه، تقابل اصدقائها، يعني تعمل الحاجات دي يعني تشحن نفسها عشان يبقى عندها طاقه ايجابيه تقدر تبقى تسعد اولادها. طب البيت بقى، يمكن انت زمان كنت علمتينا بعض من الخطوات اللي ممكن تتعمل في البيت تشحن البيت بالطاقه الايجابيه. زي الميه والملح، زي ان احنا نحط حاجه خضراء او زرع اخضر في البيت. ممكن تقولي لهم بقى للمشاهدين مره ثانيه عشان احنا قعدنا فتره طويله قوي. طيب انا دايما بشجع نحط رمل على مدخل عتبه البيت. رمل. سوري انا اسفه. ملح خشن. ملح. فانت داخل اصلا يعني احنا بنقول ان الملح الخشن ده عامل زي المغناطيس بيمتص الطاقه السلبيه. فلو انا داخل البيت بطاقه سلبيه فاكني بشيل شويه منها وانا بعدي على عتبه الباب لو في ملح. طبعا احنا بنقول اركان البيت كلها بنحط فيها زي ملح خشن.
ازازه صغيره وفيها ملح خشن. ممكن نعمل كده او ساعات بنحط زي شاش مربوطه كده فيها ملح خشن، هي برضو اوتوماتيك بيشتغل ان هو بيسحب الطاقه السلبيه من البيت. تحصين البيت طبعا بال آية الكرسي بالذات في الاركان بنحصن يبقى جو البيت حلو. تنفيض العفش من نفر من طب طبعا نشيل النيجاتيف انرجي من العفش برضه. حاجه انها حنان علمتني حاجه هي يعني ما افتكرتهاش لما شفتها، بس هي حاجه فعلا بتنفع، ان قبل ما نقعد على اي كرسي حد قبل كده كان قاعد عليه نخبط ثلاث مرات ننفض الطاقه السلبيه اللي موجوده على الكرسي عشان نقعد احنا بقى عليه عشان ما ناخدش الطاقه. احنا دايما يعني بنمتص اي طاقه حوالينا، فانت بتمتصي طاقه حد ايجابي حواليكي او بتمتصي طاقه حد سلبي. فلو البيت فيه طاقات حلوه جميله العفش كله هيديكي طاقات حلوه، الالوان تديكي طاقات حلوه. لو مدخله طاقه سلبيه في البيت العفش اكنه بيمتص الطاقه السلبيه فيفضل يديني طاقه سلبيه. طبعا التهويه مهمه جدا، نهوي الشمس ده الفانكشوي بقى الحاجات بقى اللي هو ترتيب اللي احنا بنعملها عامه في حياتنا العاديه، بس هي صحيه جدا بس ليها تاثير طاقي جامد قوي. فاحنا قلنا الشمس، التهويه، الملح الخشن، كلام الحلو اللي في البيت، الزرع. امشي اقول كلام حلو بقى في البيت. ايوه يعني تشجعي الاطفال. لا حتى لو انا قاعده لوحدي مثلا امتلي ذكر ربنا طبعا سبحانه وتعالى في البيت، طبعا ده بيخلي الواحد يعني يخلي العفش كله والمكان كله فيه طاقه ايجابيه على ما اعتقد، صح؟ بالظبط كده. وانا بقرا قران وانا بسمع قران يعني الموضوع يختلف ولا هي بس الذكر؟ لا انت وانت ماشيه في البيت الحمد والشكر والحاجات دي كلها بتلزق في الحيطان وفي العفش، فالذكر نفسه جميل بيدي طاقه جميله جدا في البيت. انت الفاظك نفسها، استخدام الفاظك لما بتتكلمي وبتشكري اولادك كل الكلام ده، يعني احنا دايما بنقول ايه فن الكلام ده يعني خطير جدا، او صياغه الكلام ده مهم قوي. فالكلمه نفسها ليها تاثير بيقع على الانسان، احنا قلنا في تاثير الكلام على الميه وجسم الانسان. ايوه الكلام ده برده قبل كده موضوع الميه. طب ما تعيدين للمشاهدين برده مره ثانيه. طيب. أيوة موضوع الميه ان انا اقول كلام كويس للميه. بالظبط الابحاث بتقول ان الميه يعني من اقوى الاليمنتس او المعادن في الارض، ان هي بتتبرمج. يعني فلو حد مثلا قال كلمات ايجابيه على الميه، الميه على طول تشكيلتها لما بنجمدها ونحطها تحت الميكروسكوب بنشوف الكريستال فورميشن بتاعها شكله حلو جدا، شكل هندسي جميل قوي. فالكلام الايجابي، الشكر، الحمد، الايات القرانيه، الايات اللي حتى من اي اديان اخرى من الانجيل، يعني كل الحاجات المقدسه بتؤثر في الميه جدا. عشان كده بالتالي لما ادي حد كوبايه ميه اقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا عليها واديها له، او اي كلمات او حتى كلمات الايجابيه زي الصحه، الامان، الطمانينه، كل الكلام ده بيأثر في الميه. فيجي لي طمانينه ويجي لي احساس بالطمانينه. الكلام بقى احنا هنا نقول احنا جسمنا فيه 70% ميه. تاثير بقى الكلام البشر، يعني انا بكلمك واقول لك الله انت جميله، الله انت تحفه، الحاجات دي هتاثر في جسمك على طول لان انت كلك ميه. الميه بتتاثر جدا بالكلام. عشان كده في اللغه الشعبيه بنقول ده عكر دمي، صح؟ عكر دمي سمم بدني بكلامه، فليها تاثير الكلمه على الجسم طبعا. طيب سؤال اخير بقى عشان احنا خلاص للاسف وقتنا خلص. نصايح سريعه جدا لكل اب وكل ام ايا كان الخلافات اللي موجوده ما بينهم، ايا كان المشاكل، يتصرفوا ازاي هما الاثنين قدام الولاد؟ هي عايزه تدريب قوي. يعني انا نفسي امنيتي ان قبل الجواز اصلا يبقى في تدريبات تؤهل الناس على الجواز عشان يعرفوا ازاي ايه القيم المختلفه عند بعض، ازاي هنقدر نتعامل لو في اختلافات، ازاي هنقدر نربي. فبالتالي التحضير اللي هو زي ما بيقول prevention، الوقايه خير من العلاج، دي اول حاجه. فاي حد هيتجوز او دخل على الجواز وناوي يخلف، عشان الخلافات دلوقتي في مصر زادت قوي قدام الاولاد، ونسبه الطلاق دلوقتي فوق 60%. فنسبه مخيفه جدا جدا. فيعني انا انادي او بجد يعني لو حد يقدر يعمل موضوع ازاي نقدر نحط تدريبات وتاهيلات وتكون جزء من حتى الجواز نفسه، يعني ما ناخدش شهاده جواز او ما نتجوزش غير معانا الشهاده دي. حاجه تاهيليه دي ضروره يعني. فعشان نفتدي الظلمات اللي الاطفال بتقع فيها. ما بيشوفوا كل الكوارث الكلاميه. انا بشوف اب وام بيتخانقوا في الشارع قدام اولادهم، ده مش يعني فبتبقى شتايم وبتبقى حاجات جامده جدا، فتاثيرها سلبي سلبي جامد جدا. فنبدا الاول بالتاهيلات لو ينفع، وبعد كده لو حصل بقى ان احنا خلاص في اي اختلافات او كده، نحاول على قد ما نقدر ان احنا ممكن نتكلم بره البيت، لان تاثير الكلام حتى لو الاولاد في اوضه تانية
هما بيشفطوا الطاقه السلبيه بتاعت الخناقات، فكل ما يكون كلامنا بره يبقى افضل احسن. لو حصل احنا في البيت صوتنا واطي، يا ريت الاولاد ما يكونوش شايفين اي حاجه خالص ولا سامعين اي حاجه. الاولاد نفسهم حتى لو ما سمعوش وما شافوش بيكونوا عارفين خلاص ماما زعلانه، بيعرفوا ان انت زعلانه، بابا زعلان، عارفين. فالدنيا ما بتبقاش هاديه خالص في البيت نفسيا للاطفال، فتلاقيه مثلا بيعيط على 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 حاجه بسيطه مش عنده، مش بيعمل واجباته صح في المدرسه، هتلاقي التاثيرات السلبيه عليهم واضحه في حاجات حياتيه. فنحافظ على لساننا اهم حاجه، وافكارنا ومشاعرنا، عشان كل دول بيخلوا التصرفات جامده جدا. ولو في، معلش انا هطول عليكي برضو شويه، لو في حصل خلاص ان كان في خلافات ايا كان، كانت سياسيه او اجتماعيه او خلافات زوجيه ما بين الاب والام، هل ينفع امسح بالاستيكه كده افكار عند الاطفال تم غرزها خلاص ولا لا؟ ولا اللي اتحفر تم غرزها هي كم يعني هو يعني عمل لها سيفنج جوه، يعني هو حفظ التروما او الحاجه اللي هي مضايقاه دي حصل ان هي اثرت عليه جوه. كل ما انا هظبط واوري له ان انا وبابا في امان مع بعض وان احنا في طمانينه، كل ده شويه بشويه هيتمسح. ممكن اتكلم معاه بكل وضوح ان مثلا حصل بيني وبين بابا خلاف في حاجه زي كده، احنا اعتذرنا لبعض واحنا هنبقى كويسين مع بعض، واحنا الاثنين بنحبك قوي، بس يعني في اوقات معينه حصل ان احنا كنا مش عارفين نتفاهم، دلوقتي بنتعلم ازاي نتفاهم. فكل ما اوضح برضو الرؤيه للطفل نفسه عشان حتى هو في سن صغير، حتى هو صغير لان ما ادراك بقى الاطفال بيقرروا او بيحللوا زي ما بيقول عقدوا العقده في دماغهم ان على فكره معينه، والفكره دي بتبقى بتسيب اثر سلبي جامد جدا، لان هم بيحللوا غلط. يعني تحليلهم ممكن يكون خطا، لو مثلا تحت 7 سنين او تحت 10 سنين ما عندوش المنطق، فشايف بابا وماما يزعقوا بحاجه معينه، بس بابا وماما ليهم طريقه معينه، صالحوا بعض، حبوا بعض، بس بعض يعني حصل حاجه بينهم الدنيا هديت. هو بقى قفل عند ده ان بابا او ماما وحشين في حاجه وما شافش، لان هو مش هيشوف الجزء التاني. يعني لو انت هو محتاج بعد ما يشوف اللي حصل، يعني لا قدر الله انه حصل، ان محتاج انه يشوف التصليح بتاع الحاجه زي كده، ان هم بيحضنوا بعض، ان هم بيتاسفوا لبعض، ان هم بيطبطبوا على بعض. صح. ده هيقيم انه يحصل له مشكله نفسيه او العقده اللي هي تحصل له مثلا، هتديله الطمانينه. بصي الطفل اهم حاجه عنده ان هو يطمئن، يطمئن ان هم الاساسين اللي في حياته الام والاب دول على اتفاق وعلى وفاق. فلما بيحس ان حد فيهم متهز هو بيتهز نفسه. يعني لو هو شاف مره واحده مثلا خناقه كبيره او حاجه، بحاول انا اظبطها على طول ان الدنيا خلاص مشيت، احنا خلاص اتصالحنا، مفيش مشكله، مش انت وصاحبك مثلا اتضايقتوا مع بعض واتصالحتوا. بحاول اسهله على قد ما يفهم هو وهو صغير على قد سنه. حنان بشكرك جدا على وجودك معايا النهارده، ودايما منورانا ومشرفانا في عسل ابيض، ودايما بتملي المكان كله طاقه ايجابيه، واتمنى ان يكون طبعا الطاقه الايجابيه وصلت لحضراتكم. بشكرك مع وجودك او في وجودك في عسل ابيض، وان شاء الله تنورينا مره ثانيه ان شاء الله.